اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتتابعت الليالي والأيام على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي في أشد الفرح والسرور، ولم يزل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يترقب خروج تلك المولودة الطاهرة، وكذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام. فلما تم لحمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 9 أشهر، وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة، على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. وبينما كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تترقب على أحر من الجمر، وإذا بها قد أحست بقرب ولادتها، فحضرت لها أسماء بنت عميس وأم سلمة، ولم تزل كذلك، وحولها نساء من أهل الجنة، والبيت مضيء نورا، وقد امتلأ البيت من روائح الجنة، ولم تحس بألم ولا وجع. وإذا بها قد وضعت بزينب أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلى صل على محمد علي بن أبي طالب، صلى جزاكم الله خير ان شاء الله، وجعل الله ايامكم افراحا وسعاده بجاه محمد واله الطيبين الطاهرين، وكل عام